اهلا بكم مشاهدينا، صباح جديد ويوم جديد في برنامجكم صباحك سكر. كتير مننا تعذبنا، كتير مننا تعذبت في حياتها، كتير مننا اتألمت في حياتها، كتير مننا اتجرحت، كتير مننا اتخانت واتطلقت واتبهدلت. ودلوقتي هنسمع مع حلقتنا النهاردة مع الأستاذة ليلى فوزي، إرشاد أسري سوري وتصحيح نفسي. اتفضلي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية هنتكلم عن الإرشاد النفسي فيما يخص فرع الإرشاد الزواجي والإرشاد الأسري. إيه هو أصلا الإرشاد الزواجي أو الإرشاد الأسري؟ إحنا دلوقتي قبل ما الزوج والزوجة يلجأوا إن هما ينفصلوا لما بتستحيل العشرة ما بينهم، احنا بنقول ان احنا الجأوا لحد ان هو يحاول يحل المشكله اللي ما بينكم. لو ما فيش توافق ما بينكم عادي، ممكن يكون محتاجين بس حد يحطنا على الطريق الصح. مش شرط ان احنا طالما ما فيش توافق ما بيننا اول حاجه نلجأ لها الطلاق، لا مش تمام. لا، الاول نحاول حد يساعدنا، حد ياخد بايدينا يحط ايده فين المشكله ونجرب الاول، وبعد كده لو استحلت العشره ساعتها نلجأ لموضوع طلاق بقى ايا كان، خلع اي حاجه، عشان خاطر طبعا البيت والاولاد واولادنا يستحقوا ان احنا نجرب. فهو اي يعني اي زواج بيبقى علاقه ما بين طرفين، تمام. مش شرط خالص ان طرف من الطرفين لازم هو اللي يكون الغلطان، تمام. لا، مش بنرمي المسؤوليه على عاتق طرف واحد، ما ينفعش. تمام. لا، احنا طالما علاقه ما بين طرفين يبقى احنا الاثنين مسؤولين عنهم، عن العلاقه دي يعني. تمام. فنحاول نصلح العلاقه، نشوف انا عندي ايه القصور اللي عندي، ايه القصور اللي عندك، ونحاول نقرب وجهات النظر، لان مفيش اتنين زي بعض، مفيش اتنين شبه بعض. فاحنا دلوقتي بنبدا ان احنا نلجا للارشاد الاسري او الارشاد الزواجي، ونروح ونتكلم ونبدا نشوف فين المشكله ونبدا نحلها. طبعا ده بيختلف من حاله لاخرى، وبيختلف طبعا من اسباب لاخرى، وبنبدا ان احنا نتكلم كل حد الاول، بنسمع الطرفين ايه المشكله ما بينهم، وبعدين بنسمع كل حد على حده، وبعد ما نسمع كل حد على حده بنحط ايدينا على المشكله ونبدا بقى نحدد العلاج، ونشوف بقى هيحتاج كام جلسه. علاج كلامي، علاج سلوكي. لا 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 لا، التصحيح دايما بيبقى تصحيح. لا لا لا، ده الارشاد النفسي حاجه والدكتور النفسي حاجه. الارشاد تمام. النفسي لازم بيتم بين طرفين اسوياء، يعني ما عندهمش امراض نفسيه. لو اهم طرف حاجه ما يكونش لا عندهم لا امراض لا لا نفسيه، لا الزوج لا لا والزوجه. بالظبط كده. لو تمام. طرف لو طرف من الطرفين عنده امراض نفسيه يبقى مش هينفع، لازم الاول الاثنين يروح مش لا لا يتعالج لا يتعالج، علاج يتعالج دوائي. بالظبط كده، علاج دوائي. ده يلجا بقى لطبيب نفسي، نشوف فين المشكله عند الطبيب النفسي، ويبدا يديله بقى بالعقاقير بالجلسات زي ما هو يحدد. لكن الارشاد النفسي او الاسري والزواجي ده بيتم عن طريق بنعدل، يعني بنعدل سلوكيات الزوجين بس، يعني بنقرب وجهات النظر، بنحط ايدينا على المشكله فين وبنبدا ان احنا نعالجها، مش بنعالج حد مريض نفسي. امتى يحسوا الزوجين ان هم عايزين يلجأوا لارشاد اسري؟ خلاص في مشكله ولا هو فاهمها من اول مشكله؟ لا طبعا مش من اول مشكله. تمام. بصي، هو احنا عباره احنا ان الدنيا شخصين. كلها مشاكل. بالظبط كده، احنا كتلة شخصين. مشاكل. بالظبط كده، احنا تمام. شخصين مختلفين. تمام. انا بيئه وحضرتك بيئه، وانا بيت وحضرتك بيت، وانا والدتي بتتعامل بطريقه ووالدتك بتتعامل بطريقه، فاكيد احنا مختلفين تماما. تمام. اول ما بنتجوز بنصطدم. بنصطدم ازاي؟ تربيتي وتربيتك مختلفين فبنصطدم. انا بمثلها دايما للناس كده، بنبدا بندخل واحده واحده، هو الدخول مش سهل، واحده واحده كذا مشكله بنصطدم لغايه ما هي زي ما بيقولوا ايه، تاخد على طبعه. لو ما خدتش ولا هو خد، لا لو ما خدتش بقى ولا هو خد، يبقى هنا كده في مشكله. فين بقى المشكله؟ يحاولوا طبعا الزوج والزوجه لازم يقعدوا مع بعض ويتكلموا، يبقى في مناقشه ما بينهم، يبقى في حوار. مش عارفين بقى، خلاص فشلوا، مش عارفين ان هم يوصلوا لنقطه في حلقه بينهم مفقوده، في حلقه مفقوده، فلازم بقى ساعتها يلجأوا لحد يساعدهم، حد متخصص. نفسي. بالظبط كده، اخصائي نفسي زي حضرتك كده. بالظبط كده. تمام. حد متخصص يبدا يساعدهم، لان ايه، دايما كل واحد فينا بيبقى شايف ان هو عنده حق، يعني زي الجرح لما بيتكسر، العظمه لما بتتكسر بتعمل لها كبيره. بالظبط كده. تمام. بالظبط. فالقلب برضو لازم يتعمل له كبيره. بالزبط. القلب بيتكسر والرجل بتتكسر والايد بتتكسر، عايزين نعرف من حضرتك القلب لما يتكسر يتعمل له كبيره امتى يفكها؟ كم جلسه يقعد مع حضرتك عشان يفكها؟ هو الفكره كلها
اني هو في العقل الواعي انا اعرف كده والعقل الباطن والعقل اللاواعي اه العقل اللاواعي اللي هو العقل الباطن بيضغط على العقل الواعي بالظبط كده. هو الفكره كلها ان احنا امتى نفك الكبيره في كام جلسه؟ لما يشتمها ولا لما يضربها ولا لما يهينها؟ لا ما هو بصي ولا وزاوت الضرب والإهانة؟ لا ضرب والإهانة وضرب ده مريض نفسي. هو مريض نفسي فعلا. ضرب بالظبط ده فعلا ضرب. ايوه طبعا ضرب مريض نفسي. انت بني ادم ما ينفعش اصلا. نوضح للساده المشاهدين يعني هي لو ست تستاهل الضرب. لا مفيش حاجه اسمها تستاهل الضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضرب. عليه الصلاه والسلام لا عليه الصلاه والسلام وضح لنا بقى. مش عايزين نخش في ناحيه دينيه بس انا على حد معلوماتي الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني بيضرب ضرب تاديب يعني أيوة اهانه. هو ده اللي احنا بنقوله. اهانه يعني ايه؟ يعني يحدفها مثلا بضرب بحاجه يعني حاجه بسيطه كده مثلا يعني هنقول ايه بمنديل بحاجه بسيطه اللي هي بقى الاهانه. خدوا دوت الناس خدوا ان الرسول بيضرب. لا 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 طبعا فهموا غلط. ما عندناش في ديننا حاجه زي كده خالص. الرسول ما كانش بيضرب. لا الرسول ما كانش بيضرب بس انا برضو انا مش جهه يعني مش جهه فقهيه ان انا او جهه يعني مختصه في الدين عشان ان انا اقول حاجه حاشا لله تبقى فتوى او حاجه زي كده. بس انا على حد معلوماتي لا ما فيش حاجه اسمها في ديننا. ما هو في حاجه اسمها ثواب وعقاب. في حاجه اسمها مش انت خالص. انت مش المفروض ان انت اللي تربيها. على فكره انت لما اخذت واحده اخذتها ست مفروض في بيت متربيه انت سائل عليها واخدها وعارفها وكل على مسؤوليتك. لقيتها ست مش محترمه او انا اسفه مش محترمه مش التربيه اللي حضرتك عايزها رجعها. ما هو يكون ممكن الراجل اللي هو يكون كده. هو بالظبط كده. هو مش الست كده. مش هنرمي على عاتق الست كلها. لا 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 لا, لا, لا يعني مش على عاتق لا ست مش هنديها المسؤوليه كلها حرام. ولا ست ولا راجل. الطرف اللي فيهم عنده مشكله يا يحلها يا اما تسريحهم باحسان. يعني امساكهم بمعروف او تسريحهم بإحسان. مش حاجه انت مش هتاخد واحده تضربها لا على فكره هي مش حيوان. بس في ستات بتيجي بالضرب. لا دي بقى مرضي انا يعني حضرتك ما عداش عليك الحالات دي. دي عندها مشكله. دي عندها مشكله. دي عندها مشكله. دي بتحبه جدا. بتحبه جدا. دي حقيقه. هي انت خلاص يا حبيبتي 70 مكالمه في اليوم. الو انت فين يا حبيبي؟ انت حبيبتي انا هنا. على الضرب بقى دي مشكلتك. انت خلاص ما بتمشيش الا بالضرب. ما بتمشيش الا كده وتمشي كويس. لا تمشي ومش عايز اخرب بيتي. لا. ويضرب الحبيب زي اكل الزبيب. لا مفيش الكلام ده فعلا. لا دول بقى ياخدوا بعضهم كده ويروحوا للطبيب نفسي يعالجهم. هي مريضه كمان. طبعا عشان بتستحمل الضرب. ايوه في حاجه اسمها يعني ايه بتستمتع بال ما دلوقتي الستات طالعه موضه تقول لك ايه عشان ما تطلقش ويبقى شكلي وحش. لا اذا امر الله الزوجه تسجد لزوجها لغيره. لا فتسجد لزوجها. ده مش حديث. ده حديث ده ضعيف. إيه؟ ده حديث ضعيف. ده مش موجود اصلا. يعني ده افتراء على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده حديث ضعيف. ده حديث ضعيف وبرده مش هدخل في والناس ماشيه بيه. بالظبط. وبرده مش هدخل يعني في قصه حلهم ايه دول. الراجل كده بيقول لك انا الشرع محلل اربعه. يعني ما هو كل حد الشرع محلل اربعه. الرسول اتجوز اربعه. ماشي ماشي تمام. انا ان لن تعدله بس فواحد. هي الفكره ان الموضوع كبير جدا يا جماعه. مش كل حد ياخد جزء من الدين هو عاجبه. طب انت صلي ماشي واعمل فروضك تمام. وامشي على السنه تمام. على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وبعد كده تتكلم في الجواز تمام. هي الفكره كلها ان الارشاد النفسي او الاسري او الزواجي لازم بيتم اساس الموضوع ان هم يكونوا اسوياء. نعرف ازاي ان هم اسوياء. نعرف ازاي طبعا من ما بقعد معاهم ما يعاشروا بقى. لا ولا لما حضرتك تقعدي معاهم لما يجوا لك يعني بقى ازاي من اول الجواز نعرف ازاي اذا كان هو سوي ولا لا. لا ما هو المفروض هم عملوا فتره خطوبه ليه عشان تشوفي بقى تبداي ان انت تشوفي. وبعدين في مقومات كتير جدا المفروض انه يقوم عليها الزواج الناجح. ان انت المفروض تسال على الشخص كويس وتكون عارفه وتكون يكون اتحط في كذا موقف كويس جدا. انت عارف سلوكه هيبقى عامل ازاي. سلوكه مش مريض ودوت بيتعرف طبعا في فتره الخطوبه. على اي الاحوال اتجوزوا وحصل يعني اتجوزوا كان نصيبها او نصيبه ان هم يتجوزوا ولقوا بعض بالمنظر ده. انتوا جربوا الاول ان انتوا تتكلموا مع بعض. لازم يكون في حوار. لازم نسمع لغة بعض. حوار بينهم. أيوة لازم تكون نسمع بعض تمام. جينا بقى نقول في بقى مشاكل كتير كده. هتقولي لي مثلا هو بيضربها. لا هو بيخونها. انت ما بتحبنيش. هو ما بيحب. لا ما بتحبنيش. انت ما بتحبنيش. انا جات لي اسئله على الفيسبوك كده. انت ما بتحبنيش. لا ما بتحبنيش. حبني. طب ماشي. ما هو انت اتجوزتيني وهو ما بيحبكيش. لو انت اساسا كنت فاكره ان انا هيحبني بعد الجواز. طب انا هقول لحضرتك هنقرب من بعض اكتر. كل حد فينا
ليه زي حاجات معينه في شريك الحياه، يعني ليه مواصفات معينه في شريك الحياه. انا من مواصفاتي اولوياتي ان حد يحبني انا مثلا. تمام. اولوياتي حد يحبني، يبقى اكيد انا مش هتجوز حد لما يكون بيحبني. ما ده جواز، ده جواز الحب. طب جواز الصالونات، جواز الصالونات انت اصلا قبل من الاول ان انت تتجوزي من غير حب، يبقى تيجي بعد الجواز تقولي له انت ما بتحبنيش؟ اه اكتبني روح قلبك. لا روح في الموبايل. واحده معايا في الشغل قالت لي اكتبني روح قلبك، ده جوزها كاتبها كده. انت مش كاتبني ليه كده؟ انا ما بحبكيش يا ستي، انا قاعد بربي العيال. طب هو ايه اللي جابه يعني عليه حكم مثلا؟ بربي العيال، العيال تتشرد في الشارع. لا ما هو انت برضو ما ينفعش ان انت تكمل حياتك عشان خاطر ان انت بتربي العيال، ما ينفعش. يعني انت هتعيش حياه واحده بس، انت خليكي في حالك ربي العيال وانا قاعد. لا ما هو ده مش جواز، ده كده مش جواز. طب ما هو بيقول انا مش قادره احبها. طب ما هو شويه وهيقول لك انا عشان خاطر عيالها. احنا كده هنفتح رخصه ايه؟ اصل انا خنتها عشان انا ما بحبهاش. ايوه دي الحاجه اللي بيحصل. لا طب ما انت اسئله جات لنا فيها، نفتح الفيسبوك دلوقتي ونشوف الاسئله. اتجوزوا صح، شوف اولوياتك ايه، المواصفات اللي انت عايزها ايه في شريك حياتك. مفيش، انا عايز واحده مؤدبه وافضفض. أيوة. في بلاد الدين. هي دي بقى مشكله تربت يديك. انا عايز واحده محجبه، عايز واحده مؤدبه فيخش البيت. انت عايز واحده محترمه. ايوه. عايز واحده متعلمه، عايز واحده بنت ناس عشان تبقى ام ولادك. تمام. وعايزه متعلمه وعايز بقى حاجه تانية دي بعد ما تتجوز بقى تروح ومتدينه طبعا. أيوة. وبعد كده بقى عايز واحده حافظه جزء من القران. جزء واحد بس اقل اتليست. حافظه جزء من القران. لا هو عشان تعرف تربي اولادي. ده مش يعني مش مقياس. انت شوف انت عايز كدا؟ ايه يعني. في راجل يقول لك لا انا عايز واحده مثلا تبقى حلوه، تبقى شيك، تبقى مش عارف ايه. بس لا، بس انا عايزها اكتر تربي العيل وبعد كده يدور على الحلوه والشيك. طب انت ماشي، طب ما من الاول تدور من الاول. انت شوف انت عايز ايه من الاول. وبرده زوج يتجوز واحده انت شايفها بتلبس مثلا لبس معين، ليها ستايل معين، ويجي بعد كده يقول لها تنقبي. طب هتجيبي معلش البس طويل. بالظبط. انا اسفه جدا، يعني انت ما خدتهاش منقبه ليه؟ ما خدتهاش منتقبه ليه؟ من الاول. من الاول ما دورتش على كده ليه؟ من الاول دور على اللي شبهك ودوري على اللي شبهك بس. هي دي بس ملخص الموضوع، دور على اللي شبهك ودوري على اللي شبهك. ما ينفعش ان احنا نغير حد، ما ينفع. ولو غيرناه بيتنازل عشان خاطر الحياه تمشي او عشان خاطر هو بيحب الطرف الثاني. تمام. فيما بعد هتلاقي ان الدنيا بتبوظ، لان هي هتلاقي مثلا لو هو ما ادهاش مقابل للي هي اتنازلت عنه. يعني انا اتنازلت مثلا ولبست النقاب عشان خاطر ان انت تبقى راضي عني، بعد فتره بيحصل فتور ما بينهم. أي. فبتبدا تلاقي انا لبست، انا بيستبزها بيستبزها بعد كده في استفزاز. انا ضحيت، انا ضحيت وعملت عشان عشانك. هو مش انا نافع. عملت عشان فبتبدا أنا تكره الحاجه، تكره الحاجه اللي هي اتنازلت فيها. أيوة عشانه. فبالتالي بتبوظ الحياه لما الزوجية. تتعب قلبها بيتكسر عشان تتعب. هي بتدي بالظبط، عشان هي بتدي، عشان هي بتدي اي تدي طرف تدي. عشان ما نظلمش ست او راجل، اي طرف من الطرفين بيدي والطرف الاخر بياخد بس ما بيديش بيستقبل، بيبوظ، بتبوظ العلاقه. لان العلاقه ما بين طرفين سهم رايح جاي. لو راح مش هيرجع تاني. بس فلو فقدنا بقى الـ يعني التواصل في العلاقه دي، بنبدا ان احنا نلجا لحد يساعدنا، يسمعنا، يشوف فين المشكله. الارشاد الاسري وخاصه الارشاد الزواجي. الارشاد الاسري وخاصه الزواجي. الزواجي بنبدا هي تخصصات ارشاد اسري. ارشاد اسري زواجي. كل حد بيبقى في يعني في اطفال معينة. وفي اطفال. بالظبط. وفي اسري وفي يعني كل حد بيبقى ليه تم ليه صعوبه التعلم وكده. ده تخصص التعلم. ده تخصص تاني حاجه ثانيه. فكل حد بيشوف يعني مش اي حد وخلاص. يعني ما ينفعش ان احنا نروح لاي حد وخلاص، لازم نبقى فاهمين كويس احنا بنعمل ايه. بس هي المشكله ان دايما الناس اللي بتلجا للارشاد الزواجي الناس اللي عندها وعي او ودرجة تعليم معينة، لأن هو بيبقى محتاج حد يعني. الإجراءات ده سؤال من ضمن الفيسبوك. الإجراءات إن نعرف إن مراتي مريضة نفسي فعلا بالفعل ولا زوجي مريض نفسي، أيا كان الاتنين، أعرف إزاي وأعمل إيه، أتعامل معاه إزاي، أو هي تتعامل معاه إزاي، أو هو يتعامل معاه إزاي. المريض النفسي اللي هو النفسي اللي هو المرضي. المرض. هو عامه هي بتبقى باينه بس خلينا هي واحده قالت انا بعد ما اتجوزت، انا قبل ما اتجوز كان كويس قوي. بالظبط. بعد ما اتجوزته فوجئت ان هو مريض وبياخد علاج. طب اعمل ايه؟ لا مريض وبياخد علاج. بياخد علاج تعمل ايه؟ لا في اولاد. دي بقى في الحاله دي من حقها ان هي تنفصل. تنفصل دي ما فيهاش بقى معلش، هو مش هيعرف يربي العيال، مش هينفع يقعد معاه سندها. لا 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 مش بصي حضرتك، هي المشكله مش هيعرف يسندها. هي المشكله كلها ان احنا في اطفال. تمام. الاطفال دي يعني امانه ما بين ايدينا. ما هم مش محتاجين ام بس، الاطفال محتاجين اب كمان. ما هم مش محتاجين اب مريض نفسي، محتاجين اب سوي.
طب ولو الام هي اللي مريضه نفسي برضو مش محتاجين ام؟ لا ازاي مش محتاجين؟ لا مش محتاجينها مريضه نفسيا، ام مريضه نفسيا بس ام بس لازم تبقى سويه عشان تغرس في الولاد حاجات كويسه، ما ينفعش ان هي تبقى غير سويه، يا اما تخضع للعلاج وطالما بتاخد علاجها ومتابعه مع دكتور وماشيه تمام وماشيه تمام، لا خلاص لا يعني ما هو دي مريضه في الاول وفي الاخر، هي في الاول وفي الاخر مريضه يعني اجلا ام عاجلا فهي ام. انا بتكلم لو حد رافض ان هو يتعالج، لو بتكلم لو حد رافض ان هو يتعالج ما ينفعش ان احنا نكمل. طيب انا على حد معلوماتي ان المريض النفسي لا يمكن اي قانون يجبره على اخذانه العلاج الا بمزاجه. دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. طب ده هو حر في نفسه. نوضح للساده المشاهدين، لا هو مش اللي كانت بتسال على الفيسبوك، هي الفكره كلها ان المريض النفسي لازم اساس الف ب علاج نفسي ان هو يكون اصلا مقتنع ان هو مريض، مقتنع انه مريض، مقتنع ان هو مريض. انت ما ينفعش تودي حد لدكتور وهو مش عايز يروح، مش هيتعالج اصلا. المرض النفسي اصعب في الرجاله ولا في الستات؟ لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كله مرض. لا كله مرض وبتختلف من حاله لاخرى، مش ستات ورجاله، على حسب تشخيص الحاله كمان ودرجه الحاله. ثنائي القطب، واحده قالت لي انا جوزي عنده ثنائي القطب، تمام ده برضو لازم ان هو يلجا لطبيب نفسي، ولازم ان هو بيتابع معاه عن طريق هو الطبيب النفسي عامه، بيبدا بالجلسات الاول وبعد كده. انا عايز اعرف من حضرتك ثنائي القطب ده يعني لايك ايه من الامراض المتعارف عليها، زي ايه مثلا؟ بصي هو بصراحه مش الحته دي مش تخصصي، ثنائي القطب لا مش تخصصي، زي الشيزوفرينيا. لا هو مرض نفسي يشتبه، لا 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 ولا عقلي، لا هو مرض نفسي مش عقلي، هو مرض نفسي. بس انا بصراحه مش يعني مش الحته دي مش تبعي، الحته دي تبع طبيب نفسي، انا مش طبيبه. الطبيب ده اللي هو كله حضرتك ارشاد حضرتك اسري، ارشاد اسري ونفسي وزواجي بس، لكن ماليش علاقه خالص بالطب. الطب ده بقى اللي هو مريض فعلا وبيتعالج، لكن احنا بس بنساعد او بنصحح سلوك او بنعدل سلوك. طب واحده بتتصل بجوزها وهو في الشغل 60 مره 30 مره في اليوم، دي عندها وسواس قهري زهق عندها وسواس قهري، هي اكيد بتتصل بيه عشان عندها مشكله. عايزه اطمن عليك، الو ما هي انت فطرت؟ هي ما احنا لازم ندور. بصي لو عملت دخلنا ايه مع اصحابك، لو دخلنا يعني جوه قوي هنلاقي هي عندها مشكله. ايه مشكله؟ هي ممكن تكون شاكه فيه، تمام ممكن ما يكونش عندها ثقه في نفسها، تمام ممكن، فبتحاول ان هي تشغله مثلا، بس هو لازم، هي مش بتتصل بيه. طب مش ممكن تكون بتحبه؟ لا بتحبه وضعيفه، لا مشاعرها ضعيفه، بتتصل بيه. ايه علاقه الحب بان هي يعني بيه؟ يبقى اطمن عليه. بتطمن عليه كلها خمس دقايق ماما، يعني ده خطوبه بقى خطوبه في لا خطوبة. لو خطوبه يبقى على قلبه زي العسل، عشان ده كان سؤال. لا ده بيصرخ فيها. لا هي سيبها، انت يا ديلك ايه كاتبالي، انت بالك 20 دقيقه بتكلميني، انا زهقت. لا انا عرفت هو. طب ما هي فتره الخطوبه ليه؟ هي فتره الخطوبه ليه؟ عشان تشوف هي متوافقه معاك ولا لا. شفت ان هي مش متوافقه معاك وان دي حاجه مضايقاك، خلاص خلاص مش مناسباك، مش تكمل بقى. وبعد ما تكمل تيجي تقول لنا اصل انا ما كنتش، اصل انا مش مرتاح. طب ما انت كان عندك فتره خطوبه، شوف ايه اللي مرتاح فيه، وهي برضو نفس الحكايه الست، شوفي ايه اللي انت مرتاحه فيه او مش مرتاحه فيه. قلتي بقى بحبه بقى اشربي بقى بحبه ما هو بصي ده قرار كل حد يستحمل نتيجه قراره. اقول رايي وانا مش ارشاد نفسي ولا حاجه، اقول رايي اتفضل. ما تكلمهوش هو يتصل، سيبيه هو يتصل. مش كلنا زي بعض. الو مش كلنا زي بعض. ثبتي مش كلنا. مش في ابيض وفي اسود، دي حقيقه. الابيض والاسود دول بيتعبوا، لكن لازم في رمادي شويه. ماشي بس مش كلنا شخصياتنا زي بعض. في حد جامد تتحمل وفي واحده ما تتحملش، واحدة ما تتحملش. في واحده جامد، في حد الرمادي يتحمل بالظبط. حتى كمان في المشاكل في الزواج نفسه، في الزواج حتى كمان نفسه. الرمادي ده بيتحمل بالزبط. بيعيش. في ست ممكن تستحمل الخيانه مثلا، في وعادي تقول لك عشان بيتي واولادي، عشان يعمل اللي البيت. هو عايزه بره، بس المشكله ان هو اللي في الاخر يجي لي. في ست لا بيرجع بالليل، انا عارفه خط سيره، انا عارفه في الاخر انا عارفه خط سيره، هيلف ويرجع لي. وايه المشكله؟ ده خاتم في صباعي. لا, لا 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 وايه المشكله؟ تقول لها انت مش مفيش كده جوه. لا 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 مفيش، عادي براحتك، يعمل اللي هو عايزه. تبقي مستغربه هي ازاي كده. وفي واحده تانية ممكن تهد الدنيا وتبوظ الدنيا، تولع في الدنيا، فتولع في الدنيا. هتختلف من شخص لاخر. مش بنقول ان دي بقى كويسه ودي وحشه، مفيش حاجه اسمها كده. لا دي نفسيتها تقبلت ده ودي نفسيتها ما تقبلتش ده. قدرات. شخصيتها كده ودي قدرات. دي قدرتها كده قدرات. ودي قدرتها كده. قدرات. ما اقدرش ان انا يعني اقول على حد وحش او حلو، لان دي قدرات.
مش هقدر اتدخل فيها. اللي تقدري تستحملي استحملي، واللي ما تقدريش تستحملي ما تستحمليش. هو انا شخصيتي مش كده، بس انا بنصحها الاستاذه اللي كانت بعت لي على الفيسبوك، انا بنصحها ما تكلميهوش خالص، اقعدي طول النهار ما تكلميهوش، وتاني يوم هتلاقيه هو بيكلمك هيستغرب. يعني اقلبي الخطه، اعملي خطه. هو الفكره في ايه؟ اعملي له خطه. هقول لك برده في انواع من الرجاله برده مختلفين، يقول لك لا مش مهتمه بيا، او مش مهتمه بيا، لا هيتصل لما الاقيها مش مهتمه هو هيتصل. لا ما هو بقى ما هيتصل كذا مره وهي مش يعني لا ترد بقى، لا ترد ترد هترد. اه يا حبيبي يا بيبي، خلي بالك بقى يا حبيبي يا بيبي، عشان ما ياخدش اخوانه يعني، واخده بالك كده عشان ما ياخدش اخوانه، ما يحسش ان هي ايه يعني عامله له خطه. ايه يا حبيبي يا بيبي، طب معلش مامتي تنده عليا، هروح وبعدين اكلمك، باي باي. اتقل يعني. ترك وما تكلموش، تخليه. ده رايي بس انا مش كده. انا ما اعرفش اعمل فتره الخطوبه. فتره الخطوبه فتره الجواز، فتره الخطوبه هي المفروض المعامله مع الرجاله كلها تبقى كده. لا طب يا جماعه ما نتعامل بالحسنى، يعني كل واحد بيتعامل بطبيعته. ليه ما انا مش شايفه، مش شرط ما هي الطبيعه دي بيحصل اكسيدنت. لا مش مشكله على فكره، يحصل بيحصل طلاق. لا احنا بنتكلم في الخطوبه، احنا بنتكلم في الخطوبه. في الخطوبه لازم نتعامل على طبيعتنا، عجبك عجبك مش عجبك خلاص. هو انا كده، هو انا كده. لا بيترسم سواء بقى رومانسيه سواء جامده سواء ايا كنت، انا كده بيترسموا جامد على بعض في الخطوبه، بيحصل مشاكل بعد كده. كملت على الوضع ده يبقى ما تجيش تقول لي لا انت مش عارفه ما بتعمليش كذا ليه وما بتسويش كذا. ايه ده؟ طب ما انت عارفني، هو انا اتغيرت يعني؟ انا كنت بعمل حاجه وما هي دي بقى المشاكل دي بقى كده. هي بدات المشاكل بدل ردت عليه بقى. ما هي الفكره. لا ما هي هو انا اتغيرت، انا كده وانت واخدني على كده. ما هي دي يبقى مشكلته، يبقى مشكلته دايما احنا. مش ممكن الراجل يكون يعني بيرجع من الشغل تعبان؟ انا مش جايه في صف الرجاله خالص. تماما يعني مش ممكن يكون بيرجع تعبان، عايزها تبقى مثلا يعني بصوره تانية، تحاول تبقى رمادي شويه، مفيش داعي. طيب. اسود وابيض. تمام متفقين. تهاود. هو الراجل بيرجع من الشغل تعبان صح كده، وكل طيب. الاعباء كلها عليه ومصاريف عليه. طب ما تيجي نجزقها كده. هو حضرتك وهي كمان بتتعب بالظبط داخل البيت، بتتعب وممكن تكون بتشتغل، ممكن تكون بتشتغل بتتعب اكتر. هل هتتقبل القصور اللي هي بتعمله في وظيفتها او مش في وظيفتها، في مهامها، عشان هي تتقبل القصور اللي انت بتعمله؟ هي العلاقه كده يعني. حضرتك بتتعب وبتشقى، خد وهات خد وهات. تمام. زي ما انت هي موده ورحمه. هو الفكره كلها موده ورحمه. انت بتشتغل وبتتعب وبتشقى عشان خاطر الولاد والبيت. تمام. وهي كمان بتمسح وتغسل وتطبخ وتربي العيال وتذاكر وتعمل كل الكلام ده. هي بتقول لك خرجني، بتقول لها انا مش فاضي ان انا اخرجك عشان خاطر شغلي، وهي وانت بتقول لها هاجي الاقيكي طبعا على سنجة 10، وهي مش فاضيه ان انت تيجي تبقى على سنجة 10 عشان خاطر ولادها وعلى عشان خاطر بيتها وعشان خاطر بيتك. فهي زي ما هي هتبلع لك ان انت مش فاضي وان انت شقيان، انت برضو تبلع لها ان هي مش فاضيه وان هي شقيانه. ليه دايما يا فندم بقى ايه حبيبك يبلع لك الزلط بالبلدي كده كده، وهما بيعيشوا اعداء، عدوك يتمنى لك الغلط. لان قال عليها موده ورحمه، موده ورحمه. تمام. بس لو مفيش بقى الموده والرحمه هنقف لبعض بقى، انت ما عملتش وانت ما عملتيش، وفي الاخر كل واحد ايه هيشوف مصلحته. تمام. والعيال بقى هما اللي العيال يتعبوا العيال يتعبوا، فاحنا ويطلعوا مرضى نفسيين زي بالظبط من اللي بيشوفوه. بالظبط بنطلع جيل طبعا غير سوي، بنطلع جيل غير سوي. ومش معنى كده ان انا ضد الطلاق على فكره، الطلاق ربنا شرعه، بس في حالات معينه اذا استحالت العشره ما بينهم نبدا ان احنا نعمل اللي علينا ونحاول نصلح، ما عرفناش نصلح نبقى ساعتها نلجا للايه؟ للطلاق. بس مش ما نبقاش عملنا اللي علينا ويلا هوب اول خطوه يلا نطلق. تمام. لا. دي اخر حاجه. طيب بنشكر حضرتك جدا واحنا سعداء بيكي، ولنا لقاء اخر ونستكمل حلقتنا مع الاستاذه ماجده سيد، ونشوف القانون بيقول ايه ان شاء الله. هنطلع فاصل.